اخبارك يا احمد؟ الله يخليك يا استاذ محمود. اخبارك ايه؟ تمام الله الحمد لله. انت واقف هنا بقالك قد ايه؟ انا بقالي خمس. امسك انت يا احمد المايك بقى واتكلم كده. بقالي خمس سنين. خمس سنين واقف هنا؟ خمس سنين واقف هنا. تمام. كنت واقف هناك كده اهو قدام لما بنوا الهيئه جابونا هنا ورا. فضل يجيبونا لحد ما جابونا هنا اخر حاجه. تمام حلو قوي. اه طيب انت من الفيوم؟ ها الفيوم يا زلمه. وايه اللي جابك هنا يا احمد؟ اكل عيش يا فندم. احنا كنا بنروح ليبيا، كنت بشتغل برضه هناك في مطاعم وغيره. ليبيا دلوقتي خربوها بعد، وكان ايام برضه ايام الثوره وباظت بقى ليبيا خالص. طبعا باظت. معلش ان شاء الله ترجع ان شاء الله. ان شاء الله. طب وانت ما عملتش فلوس في ليبيا؟ قعدت كام سنه تروح ليبيا؟ قعدت خمس سنين. امال عملت ايه في ليبيا؟ عملت فلوس بس كان عندنا برضه، كان عندنا بيوت يا فندم عايزه تتعمل، وعندنا عيال برضه واولادي اخواتي كلها راحت. كل ده راح. عربية فول حلوه. عربية فول الحمد لله هي دي. انت قلت لي بقى لما جيت لك المره اللي فاتت ان الفول ده استرالي. تمام. 7 جنيه الكيلو. كيلو كيلو بصراحه. والمصري ب 12. المصري ب 12. مفيش فول مصري. مفيش فول مصري. والمصري لو احنا جبناه حضرتك مش هنلم تمن ال، مش هيصرف معانا. مش هيصرف معانا. يعني مش هنجيب حتى يومياتنا ولا يوميات اللي معانا. يعني في مصري ولا مفيش؟ في مصري. في مصري حضرتك. متوفر يعني في السوق؟ متوفر بس ايه المصري مش هيجيب يوميات اللي يومياتنا ولا شغلنا حتى. طبق الفول ده بكام يا احمد؟ طبق الفول ده ب 3 جنيه ونص مع السلطه والبصل والمخلل والعيش. ياكل عيش زي ما هو عايز. ياكل عيش زي ما هو عايز. وده ب 3 ونص. وده ب 3 جنيه ونص كله كده. انا بلاحظ بعت لك كذا مره عشان ناكل عندك، لقيتك الساعه 11 بتفلق. ما عشان الحكومه بس. الحكومه مالها؟ الحكومه حضرتك بيجوا يشيلونا اللي ما شلناش يكسروا العربيه. بتبقى نايمه الحكومه قبل الساعه 11؟ لا مش بتبقى نايمه. امال هم حضرتك محدش فكر يرخص لك ولا يعمل لك حاجه؟ لا ده ما فيش الكلام ده. بس انت سايب العربيه دي ثابته يا احمد؟ لا ده انا بشيلها يا باشا. بشيل. بتروح بيها كل يوم؟ بنشيلها. لا بنشيلها يا فندم كده. بنشيلها في شغلك بقى الخمس ساعات دول بقى بيعمل معاك حاجه كويسه؟ بيعمل معايا يعني مثلا 70 جنيه 80 جنيه 100 جنيه. بيجيب بقى مصاريف الايجار بتاع الشقه، ايجار ال. انت قاعد هنا مع اصحابك بقى ولا معاك؟ لا انا قاعد انا وعيالي. انا ومراتي وعيالي، عندي ثلاث عيال. انما حكايه الفول الاسترالي دي حكايه حزينه قوي، لان انت النوبه اللي فاتت قلت لي ان الفول الاسترالي وحش مش حلو، مع ان الفول بتاعك حلو قوي. الله يخليك يا استاذ محمود. مفيش مستويات بقى ولا حاجه؟ لا احنا اللي بنطيب عندنا، مفيش مستويات. رحت الانتخابات؟ لا ما رحتش حضرتك. ليه بقى؟ هقول لك على حاجه بسيطه يا استاذ محمود. انا عندي تروسيكل هنا. تروسيكل ده بتاعك؟ تروسيكل اهو. ده حاجه بسيطه. امبارح كنت ماشي كده اهو وانا مروح في جهينه. ده انت بتسوق وده بتاعك؟ بسوق يعني. ايوه يا فندم. يعني زي عربيتك كده. وانا مروح كده في جهينه، وبعدين واحنا طالعين مولنا بالبنزيمه، وبعدين في واحد ليبي قدامنا. هدي حاجه بسيطه. الليبي ده حضرتك وقف قدامنا فزمرنا له عشان يخرج، ما يرضيش يتحرك من مكانه. فراح اول ما بصينا له كده اهو راح اشتكى في المرور قدام عند جهينه كده، وبتاعته المرور خدونا وخدوا البطايق وخدوا الرخصه. اشتكى اتكلم بتوع المرور قال لهم ان الجماعه دول، قالوا الجماعه دول حتى الوسطه حضرتك عملتوا فيه ايه؟ ولا عملنا فيه حاجه. ده احنا بصينا له كده اهو استاذ محمود، وبعد كده هو راح قال لك ده شتموني واهانوا مش عارف مين ومين ومين، واحنا بس بنقول له اركن. طب لما تبقى تقف في المطب عند البنزيمه كده في مطبين ورا بعض. فيكوا ايه في المرور؟ خدوا منا التروسيكل وخدوا منا الرخصه. بس بعد كده تحايلنا عليهم عطانا التروسيكل، بس خدوا منا الرخصه والبطاقه. عملوا لك معطل. يعني لا. انت زعلان؟ احنا زعلان. هنروح الانتخابات. هنروح الانتخابات ليه بقى؟ ما خلاص. مش في ثوره وبتاع وكده هيصه عملت عملنا حاجات حلوه؟ ما احنا عملنا حاجات حلوه. بس الحلوه ما كملتش. ما كملتش. ما كملتش. امال امتى تكمل بقى يا احمد؟ بس يا حضرتك دلوقتي اللي مترشح برضه هم يا استاذ محمود. اللي مترشحين للعادي النظام السابق القديم هم حضرتك اللي نازلين برضه دلوقتي. يعني قال هنعمل جديد. مفيش حاجه. انا مثلا وانت هنا دلوقتي مهدد بقى، ممكن ياخدوا منك العربيه في اي وقت. انا قاعد حضرتك لحد دلوقتي وخايف، ممكن تتاخد في لحظه واحده. طبعا احنا عندنا مصاريف وده وكل حاجه يا استاذ محمود. مصاريف بيت ومصاريف شقه. امال انت امتى يخليك تروح الانتخابات في يوم من الايام؟ لما نحس بالامان. ان احنا حكومتك تبقى حامياك. وتبقى حامي المواطن المصري صح، مش حاميه كده وخلاص. يعني نروح الاسم تلاقي ناس يقول لك ايوه يا فندم، ايوه حضرتك اتفضل، شوف مش تاخد على قفاك.
على طول كده. انما ننتخب ساعه ما تاخدش يعني حاجه بسيطه خالص تلاقي امين الشرطه يضربك على قفاك. ضربت قبل كده كتير 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 والله. وريني يا فاك اهو. طب روح يلا روح. صباح الفل. صباح الخير.